السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة في الريفت، ألا وهي الدينامو. وأتمنى محدش يخش في الدينامو غير لما يكون فاهم البرنامج كويس، لأن الدينامو بيعالج بعض القصور في البرنامج أو بيعمل الحاجات التكرارية اللي أنت بتشتغلها كتير، فعشان تبقى فاهم إيه اللي بيحصل وفاهم إيه الحاجة اللي موجودة وإيه الحاجة اللي مش موجودة، فلازم تكون متقن للبرنامج. هو عبارة عن فيجوال بروجرامينج أو برمجة مرئية من قائمة مانج هتلاقي في الداينامو، ولو إصدار قديم هتضطر إن أنت تتطوعه في الأدنس. طيب لو إحنا جينا كده من قائمة مانج وقلت له داينامو، تبدأ تظهر عندي الشاشة ديت إلى نيو كاستم مود أوبن سنت. لو أنت في حاجات اشتغلت عليها قبل كده، هنا نقدر نقول منتدى او ديسكشن فورم او كده، بنبدأ نتناقش ريفرنس، هيديك بعض التعليمات، وهنا حاجة خاصة بالكود ودي امثلة ممكن تبدأ تتعلم منها. خلينا نقول له نيو. هنا المكان اللي هتكتب فيه، ولاحظ ان انا عندي هنا ده بتبقى تركيز على الكود، ولما تعمل زوم بيبقى على الكود وهنا على الاشكال. طيب خلينا نعمل كود بسيط، الا وهو ان انا هرسم بوينت، فاقول له بوينت، تمام، بوينت باي كوردينيتس. طبعا في انواع كتيره من البوينت، بس انا دي انا اخترتها. لاحظ لو انت مختار دي هتلاقيها خفيفه، تمام، وفي البوينت هيظهر عندي هنا واخده احداثيه بسيطه جدا، الاكس والواي و الزد. طيب انا عايز ابدأ اكتب نمبر، تمام، فهو انا واخد الزيرو فعلا، انا عايز اقول له ان انا عايز اغير الرقم، فاخدت كوبي بيست، هو افترض ان هو بالزيرو زيرو زيرو، فانا هقول له خد الزيرو دلوقتي وخد ده برضو زيرو وخد ده برضو بالزيرو. تقدر تيجي هنا وتخليها مثلا اتنين، هتلاقيها اتنقلت، ولاحظ انها برضو محطوطة في قلب الريفت، يعني اي حاجة بتعملها هنا بتظهر عندي التأثير بتاعها هنا. طيب ممكن اقول له ان انا عندي حاجة اسمها رينج. ايه الرينج دي بقى؟ رينج هقول له هنبدأ بكذا وننتهي بكذا، وهنمشي خطوة خطوة ولا كل خطوتين مرة وهكذا. يعني هقول له مثلا الستارت بتاعتي، خلينا نقول له بالنمبر برضو، هقول له ان انا هبدأ برقم واحد وهنتهي برقم مثلا عشرة، والستيبس بتاعتي هقول له مثلا خليها خطوة. طيب يبقى انا عندي هنا دي الستارت وده الانت وده الستيبس بتاعتي. لو انت جيت هنا هيبدأ يجيب لك الليست اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا. خلينا ناخد البوينت باي كوردينيت ديت، تمام، واخلي دي واحد واحد واحد، بحيث النقطة هنا عند الواحد في الاكس وفي الواي وفي الزد، او خليها زيرو وزيرو وزيرو، تمام. كل اللي انا اعمله ان انا هغير مثلا في الاكس، اقول له الاكس ديت، خلي بالك انا بسحب من هنا لهنا. حصل ايه بقى؟ ايه اللي حصل هنا؟ عمل لي 10 نقط مش نقطة واحدة، كل شوية بيجي عند الاكس ويبدأ ياخد مثلا رقم واحد، وتاني مرة ياخد رقم اتنين، وتاني مرة ياخد رقم تلاتة، وهكذا زي الستبس ديت، تمام. فهيبدأ برقم زيرو واحد اتنين تلاتة لحد ما يوصل لي اخر رقم عنده اللي هو رقم تسعة، تمام، لان هو بيبدأ بالزيرو. فاصبح عندي هنا البوينت دي لما تيجي تبص على الكود بتاعها هتلاقي بالشكل ده، عند الاكس اول اكس بواحد، والاول نقطة الاكس بواحد والواي بزيرو والزد بزيرو، تاني نقطة باتنين وبعد كده زيرو وبعد كده زيرو وهكذا، تمام. دي القوة بتاعت الداينامو، ان انت بعد كده هتلاقي حاجات بسيطة تقدر تبرمجها، تمام، كان بتاخد منك وقت بيبقى الموضوع اسهل بكتير.
طيب ممكن اقول له الستبس بتاعت مثلا خليها كل 2، فتلاقي ان هما بقوا كام نقطة قبل عدد النقط. طيب ممكن اقول له لا خليها 0.5، فهتبقى النقط عندي بالشكل دوت. تمام، اول نقطة اللي هي ده بتاعتي بواحد، وبعد كده 1.5، بعد كده 2، 2.5، وهكذا. طيب لو احنا خدنا نفس السيكونس دوت وقلت له برضه في الواي هيحصل ايه؟ هتبقى بالشكل دوت. طب لو قلنا برضه خليها في الزد هنلاقيها بالشكل دوت. هاجي هنا عشان اتفرج على الشكل، لاحظ نفس الرقم اهوت، هتلاقي في الاكس وفي الواي وفي الزد. طيب تقدر تقول له اعمل لي زوم تو فيت عشان يملى الشاشة، تقدر تقول له زوم ان زوم اوت وبان عشان تقلبها بالشكل دوت. طيب ممكن اقوله بقى انا عايز اعمل مثلا كود. تمام، انا ممكن تقول له اصلا عايز واتش، خلينا نشوف واتش الاول. واتش تاخد الارقام ديت اهي، هيبدأ يظهر لك الارقام بالشكل دوت. ممكن تقول له واتش 3D، هيبدأ يوريها لك في القايمة ديت. ده هوريك النقط، ادي هنا مش النقط، هنا نقطة اهي، هتبدأ النقط تظهر لك هنا. طيب الغي الواتش 3D والغي الواتش. طيب خلينا نكتب، بدل ما عمال نكتب نمبر نمبر نمبر، هقول له ان انا عايز اعمل كود بسيط جدا. الكود دوت هقول له ان انا عندي مثلا رقم، وريكم مثلا 1، وادي له السيمي كولن، وبعد كده 5 مثلا سيمي كولن، وبعد كده 1 سيمي كولن، وبعد كده هتصبر. هيحصل ايه؟ ان كل واحدة من دول متغير تقدر تسحبه وتبدأ تحط هنا. وليكن مثلا نخلي دي 0.5 ونخلي دي مثلا 10. تمام، طيب هقوله مثلا الواحد دوت وخليه هو الستارت، وخلي العشرة دي هي الانت، وخلي البوينت فايف دي هي الستيبس. فالكود بلوك وفر لي التلاتة دول، ودول معمولين بديزاين سكريبت لانجويج، ودي لغة سهلة جدا سهل عليك الشغل في الداينامو. لو انا جيت هنا وقلت له طيب انا عايز ابدأ مثلا من 5، فهيبدأ من 5 اهوت، ويبدأ يمشي بالشكل دوت. طيب خلينا النقطة دي عشان متلخبطناش، دي نقطة زيرو اللي كانت هنا، فيظهر معايا حاجة بالشكل دوت. طيب لاحظ النتيجة هنا اهوت 5.5 وهكذا. أو ممكن أجي هنا وأدوس أقول له إن أنا عايز كود. كود بلوك، وهقول له 5 اللي هو أول رقم عندي، وبعد كده أقول له نقطتين، فيفهم إن أنا عايز متغير تاني مثلا 10، وبعد كده نقطتين كمان، وأقول له 0.5، وبعد كده السيمي كولون بتاعتي بالشكل دوت. فالتلات أرقام دول أهمت، ممكن تبدأ توصلهم هنا بالشكل دوت. خلينا نلغي دوت. هو هنا عمل ايه؟ خد الارقام حطها في الاكس تمام، والواي والزد معتبرهم بزيرو زيرو وهكذا. تمام، طيب لو انا قلت له خلي الخمسة دي مثلا بواحد، هتلاقي بدأ من الواحد لحد العشرة وبوينت فايف واحد. طب ده انا عايز اخليها على هيئة متغيرات، بلاش كده، اخلي ده مثلا فيرست. هيحصل ايه؟ هيحط يقول لي ان انا محتاج قيمة الفيرست. طيب خد قيمة الفيرست بواحد، وبعد كده هقول له ان انا عايز القيمة التانية اللي هي سكند او لاست، لو احنا عايزين ادق هي لاست.
بيقول لي انا ما عنديش لاست، اهو خد خد اللاست اهي. طيب خلي دي في نقطة تقريبا اتمسحت. طيب الواحد دي المفروض اللي هي ستيب، بيقول لي ما عندكش الستيب، هو اللي خد الستيب. هتلاقي كده الكود بتاعك اتكتب بشكل بسيط برضه. فزي ما انت شايف موضوع البرمجة في الدينامو مش محتاج ان انت تحفظ شفرات واكواد، بل بالعكس انت ممكن تقعد بس ايه تعمل ربط بين الحاجات. مثلا خلينا نشوف حاجة لذيذة برضو من ضمن الحاجات، اليونت convert between unit. فانا ممكن اقول مثلا عايز احسب اللينس واديله رقم معين، وليكن مثلا اهوت، واخلي ده مثلا 10، ده بالمتر. طب لو هو بالانش هيبقى كام؟ هو ده واتش، واسحب من هنا لهنا فتلاقي الرقم تم التحويل. لو انا جبت هنا وخليت ده مثلا 2، هتلاقي عمل الحساب بتاعته وحول من متر انش، وظهر مع ان هو 78 مثلا. تقدر تقول له طب انا عايز احسب الاريا، فيبدأ يحسب لك الاريا بالشكل دوت، اختار بقى واحدة قياس يبدأ يحول بينهم. طيب ايه الحاجات اللي فوق ديت؟ عندي هنا مثلا فايل، ده لو انت عايز تبدأ عايز حاجة جديدة ممكن تقول له open، تفتح ملف. ممكن تعمل import library لو عندك library. library بيكون حد اشتغل على مشروع وجاب لك حاجة جاهزة، بدل ما تبدأ من الصفر كل مرة ممكن تستعين بيها. تمام، بتبقى بتسهل عليك شغل. ممكن تعمل تصدير للورك سبيس بتاعتك دي كصورة، لو انت عايز تشرح للناس ايه الحاجة اللي انت شغال عليها، او ممكن تصدرها كاستيال. طيب عندي هنا الايديت، لو انت عايز تعمل اندو تراجع او بيست، او تعمل كرييت نود، او عايز تعمل اونلاين دي السيلكشن مثلا التلاتة دول همت. فممكن تقول له انا عايز اعمل اونلاين على الاكس، على الليفت، على الرايت، فيبدأ يظبط لك المسافات ديت بحيث ان هما كلهم يبقوا فوق بعض بالظبط او جنب بعض بالظبط وهكذا. الافرج مثلا في الاكس، في الواي، في الزد، مش كده. طيب ممكن تقول له فيو، فتعمل زوم مثلا او بان، او ممكن تقول له مثلا عايز اعمل اشوف كونكتور تايب، ممكن بدل ما كيرف يعملها لك على هيئه بولجن. انا بحس ان الكيرف احسن. ممكن تيجي هنا في الفيو والباك جراوند، عايز تشوف الجيد ولا لا، وعايز تشوف الباك جراوند بريفيو ولا لا. الباكج ممكن تدور على باكج معينة وتبدأ تحملها، اي باكج مثلا. يعني وانت تتعلم حاجة في باكج معينة، واحد بيكون اشتغل على حاجة توفر لي وقت، ممكن تكون حاجة خاصة مثلا بحسابات معينة او بناء حاجة معينة او بالباكج. لما بتحملها بيظهر عندك هنا وتقدر تشتغل عليها. انا عندي يعني في باكج فعلا متحملها اسمها دي اي روتس، فيها برضه شوية حاجات حلوة. طيب فكرة الشغل هنا في الجيومتري ازاي؟ انت مثلا بتقول له انا عايز ارسم كيرف ارك، وتبدأ تختار الارك اللي انت تشتغل بيه، او بيقول لك انا عايز مثلا عشان ارسم عدد معين من النقط، فتديله ده تقريبا ايه، ممكن يكون عايز مثلا 3 نقط، فانت تدي النقط هو يبدا يشتغل عليها، او اكتر نقطه يشتغل عليها. في حاجات بترسم بنقطتين، وحاجات بترسم بثلاثه، وهكذا. فالموضوع بتاع الداينامو سهل جدا ولذيذ وبيوفر وقت كتير جدا. انا شخصيا اوفر معايا كتير قوي، يعني ممكن اقول مثلا امسكت كل الفيوهات وزود لي كلمه في الاول، او زود لي كلمه في الاخر، او شيل لي كلمه architecture وخليها structure. تمام، فالحاجه اللي بتاخد مني وقت كتير قوي بعملها بالداينامو بحيث توفر معايا وقت. هتلاقي شرح كتير على بيم اريبيا بيشرح فكره الداينامو بالتفصيل.